من نتائج النكبة المباشرة على فلسطينيي الثمانية والأربعين هو الإنقطاع عن بقية العالم العربي عامة لسنوات طويلة. هذه العزلة لم تقتصر على اللقاءات الاجتماعية والثقافية وإنما قطعت العلاقات التجارية التي كانت بين فلسطين والدول العربية قبل النكبة. وفي العقدين الأخيرين بدأت العلاقات الاجتماعية والثقافية بالتحسن بين فلسطيني الثمانية والأربعين والعالم العربي، وهم يشكلون 20% من السكان في إسرائيل. إلا أنهم الأكثر فقرا ويعيشون على الهامش الاقتصادي الإسرائيلي بسبب عنصرية الدولة تجاههم في هذه الحلقة سنلقي الضوء على الاقتصاد للوسط العربي لفلسطيني الداخل وكيفية إيجاد حلول للنهوض بالاقتصاد العربي والانفتاح نحو الاستثمار والتجارة مع الدول العربية لما فيه من فائدة على المستوى الاجتماعي والتصدي لسياسات الدولة العنصرية. وأولى محطاتنا كانت لمدينة حيفا في مركز مدى للأبحاث والدراسات لمقابلة السيد مطانس شحادة محلل سياسي واقتصادي. لانه يعني اصلا حجم الاقتصاد العربي في اسرائيل ال 48 قليل جدا لا يتعدى 8% 10% من الناتج المحلي الاسرائيلي فالمتوقع انه حجمه صغير جدا من الصادرات الاسرائيليه يعني عندنا الصناعه قليله جدا في الاقتصاد العربي واسرائيل يعني تتخصص في انواع معينه من الصادرات يعني اغلب الصادرات هي الهايتك ال ال ما يسمى الصناعات الحديثه الادويه الكيماويات الاسلحه طبعا وال الماكينات فكلها صناعات شبه معدومه هاي الصناعات التي تصدر الى الخارج شبه معدومه بالاقتصاد العربي طبعا هناك بعض الصناعات التقليديه الاغذيه والمواد الاساسيه من الصعوبه بمكان ان يعني تستطيع المنافسه في الاسواق العالميه وهي شبيهه جدا بالصناعات في العالم العربي او في الصناعات في الضفه الغربيه يعني احنا مش صناعات مكمله لصناعات الضفه الغربيه، اللي شبيهه جدا وتنافس معها في كثير من الحالات يعني حتى لسوق الضفه الصادرات من اقتصاد ال 48 المواد الغذائيه او المواد الاساسيه لل 67 ضئيل جدا لانه الصناعات شبيهه و يعني في كثير من الحالات تتنافس مع الصناعات المحليه. الاقتصاد ما بتطورش من تلقاء نفسه فقط، بدك توجيه، بدك مساعده، بدك استثمار. بدك توجيه على انواع الدراسه بدك الصناعات بحاجه الى اراضي الى مناطق صناعيه الى راس مال الى تطوير وهذا كله معدوم فانت تتطور تلقائيا يعني الاقتصاد العربي يتطور اما بواسطه تقليد الاقتصاد الاسرائيلي او بعد المبادرات الفرديه الشخصيه لا تحدث يعني فرق كبير او تغيير كبير في الاقتصاد العربي فإن فانعدام مؤسسه تساهم يعني توجه وتدعم الاقتصاد العربي هو العائق الاساسي في تطوير الاقتصاد العربي، طبعا السياسات التمييزيه والعنصريه واللي بدها الحفاظ على الاقتصاد العربي كسوق استهلاك بالاساس للاقتصاد الاسرائيلي. هل الانفتاح الاقتصادي نحو العالم العربي هو الحل للقضايا الاقتصاديه للمجتمع الفلسطيني في الداخل بسبب القرب الجغرافي واللغه والثقافه المشتركه؟ وما هي الاليات نحو علاقات تجاريه في الدول العربيه حول هذا الموضوع توجه فريق العمل الى مدينه حيفا لمقابله السيد حبيب هازان مدير الصندوق الاستثماري العربي ومستشار اقتصادي عموما كوسط تجاري عربي في الداخل شركاتنا لحد اخر عشر سنين كانت شركات اللي هي مش لا تشتغل في مبادئ صناعية متقدمة يعني حتى اذا بدنا نطلع على عدد الشركات اللي من الوسط العربي من الداخل اللي كانت تقدر تبيع لشبكات تسويق قطرية في البلاد هون ما كناش نلاقي كتير منهم ببيعوا لشبكات ما كنتش تلاقي المنتج العربي موجود في سوبر ماركت في تل أفيف. المشكلة هي انه نصدر خارج نطاق الوسط اللي احنا موجودين فيه هلا مع تطورنا من ناحية ستاندرز من ناحية ايزو من ناحية قدرات انتاجية على مستوى عالمي بلشت تنفتح شوي شوي افاق التصدير وبتخيل انه افاق التصدير للعالم العربي كمان بلشت تنفتح ففي مشكلة عامة اصلا في عنا في الداخل من ناحية التصدير بشكل مطلق المشكلة في المرحلة الثانية احنا السؤال نشوف انه احنا كشركة اللي هويتها تسجيلها اسرائيلي هل احنا بنقدر مباشره نصدر للعالم العربي بتخيل الجواب لما احنا بنحكي عن بضائع اللي هي بدها تمرق في شاحنات وموانئ ومطارات هاي هي مشكله هي مشكلة عندنا من ناحية التصدير لأنه شو بدنا نعمل مكتوب عليها ميد اسرائيل فهون بصير ممكن يكون التفكير الخلاق أنك أنت تيجي مثلا بخبراتك اللي أنت مكتسبها هون تعمل مصنعك في فلسطين في المنطقة الصناعية في جنين في بيت لحم في أي رام الله أو أنك تعمل مصنعك في مناطق الصناعية المشتركة مثلا في الأردن ومن طريقة تصير تقدر أنت توصل للعالم العربي أما أنك اليوم أنت تكون عامل مصنع في منطقة صناعية في بلد زي كرمائيل وتحاول من غاد تعمل ميد ان اسرائيل وتصدر للعالم العربي وتخيل ما ما هذا الشيء مش موجود وحتى الشركات اللي انا بعرف عنها مثلا اللي في ال في اسرائيل اللي بتصدر شغلات للعالم العربي كمان هي عندها بيكون عاده تسجيل امريكي مصانع في تركيا مصانع في دول تانية ومن غاد عن طريقها هي بتشتغل مع العالم العربي تصدير مباشر انا بتخيل من هون لا لا العالم العربي مدي ان اسرائيل بعد ما وصلناش لهذا الموضوع بشكل ظاهر يعني